العمل ديالي بديتو مع الرجاء في العهد ديال بوتريقة، كان مسؤول على اللجنة ديال التواصل. الحمد لله، يعني العمل اللي دارت اللجنة ماشي انا اللي غنتكلم عليه، ولا راه الا كان شي عمل مزيان راه الناس غتكون اشادات بالايجاب. كان شي عمل ضعيف ولا ماشي في المستوى، راه كذلك الجمهور راه كيشوف وراه كيدير يعني الملاحظات ديالو والتعليقات ديالو. والحمد لله ما تلقينا غير الخير على العمل اللي كنا كنقوموا به. بعد المجيء ديال حسبان يعني تفاجأت في المره الاولى بدون سابق انذار بواحد يعني عطله اجباريه المده ديال 45 يوم، وهذه المده ديال 45 يوم هي عندي في العقد ديالي منصوص عليها، بالتالي كنت مضطر انني نستجب القرار ديال الاداره بشكل قانوني. من بعد رجعت من بعد 45 يوم خديت كونجي جديد اجباري ديال 7 ايام، بعد منها كونجي اخر ديال 15 يوم. يعني هذه كلها كندخل كيعاودوا يعطوني كونجي، كندخل كيعاودوا يعطوني كونجي، ففي اطار القانون يعني هما كانوا كيتعاملوا بطبيعه الحال في اطار قانوني، ولكن هذا الشيء كيبين بانه يعني تصرفات غير او قرارات اللي هي غير معقوله وغير مدروسه. يعني في واحد الوقت اللي الفريق بدا التعاقدات ديالو بدا العمل، المفروض ان التواصل في الرجاء يعني يستمر على المستوى اللي كان عليه، وحتى يعني الجمهور كيتسنى اللاعبين يعني اللي تعاقد مع الفريق انهم يتقدموا في واحد الحله اللي هي جديده. فباستثناء الى شي فيديو واحد هو اليوم الاخير اللي غنمشي فيه كان التعاقد مع اللمطي، هذاك هو اللي تكلمت مع الدراري على انك باش خصنا نديرو التقديم ديالو. اسمح لي، هو الوحيد اللي تقدم بواحد الطريقه اللي يقبل لاعب اللي كينضم لفريق الرجاء، باستثناءه حتى شي لاعب ما تقدم بديك الطريقه اللي تقدم بها اللمطي. وهذا دليل على ان من بعد يعني ذاك التصرفات او العطل الاجباريه كيفاش كان العمل. ثلاثه الاشهر يعني ما توصلتش بالراتب، حسبان كيخلص جمعيه الموظفين جمعيه العاملين الا عبد ربي. اتصلت به في المره الاولى قلت له حسبان واش كاين شي مشكل اني ما توصلتش بالراتب ديالي كما توصل لجمع الناس، مع العلم انه هو اللي كيوقع الواقع العريضه او على اللائحه ديال الرواتب الشهريه. قال لي انا ما في خبري في هذا الشيء وانا غادي نشوف شنو المشكل. هذا الشهر الاول نفس الامر كيتكرر، الشهر الثاني كيتكرر، الشهر الثالث. هذه هي مبيته، انا بقيت كنتعامل في اطار القانون. ساليت العطل الاجباريه، دخلت للديرو ديالي رغم انني ما كنتش كنعطوني الخدمه باش انني نخدم، رغم انني انا المسؤول على اللجنه. فبقيت مستمر احتراما للعقد ديالي واحتراما للعمل اللي قدمنا. ما كانش اي جاي معنا نفكر انني نقدم استقالتي رغم هاد الضغوطات هذه. بالعكس كنت باغي نواصل العمل ديالي، وكنت باغي نزيد مشروع هذا الموسم ماشي غير بوحدي ولكن مع اللجنه اللي حنا كنا كنشتغلوا كفريق، باش اننا نديروا عمل اكبر واكبر، لان المسؤوليه كبرات عندنا بعد داكشي اللي حققنا. الا ما زدتيش قدام ما يمكنش ترجع لله. بالتالي كان واحد المشروع اللي هو ديال التواصل اللي كنا غنخدموا عليه هذا العام، هذا ما كسبش. من بعد كانت اخر جلسه قبل من الجلسه يعني صيفت رساله عبر المحامي ديالي بانني كنطالب بتسويه الوضعيه الماليه ديالي 8 اشهر بدون اجره، وهذه راه ما يمكنش تصور على البال كيفاش واحد يخدم فارق 100 اشهر وبدون اجره. الا كان شي واحد صبر راه هو عبد ربي في الرجاء كاملين، في الموظفين، في العاملين، في اللاعبين، في كل شيء اللي ما تخلص هذه المده كامله. مع العلم اننا كنقولوا الرجاء في ازمه، حنا كنشوفوا انه كتصرف فلوس اكثر وكتعطى اجور اكبر وخياليه مقارنه مع الاجر ديالي انا، واضعاف الاجر ديالي كتعطى. ومن كيجي عبد ربي كيقول لك الازمه الماليه، هنا كيبان بانه يعني ماشي غير تناقض، هذا شي حاجه اكثر من التناقض. فانا حاول نصبر حتى نشوف الامور التي يحتاج احتراما اولا للفريق، احتراما للثقه اللي وضعوا فيها الناس اللي كانوا صادقين حسبان في المسؤوليه في بودريقه، الناس اللي كانوا مع المسيرين والاداريين يعني، واحتراما لحب الى الفريق والتعامل والمكان اللي عطاني. ومكانته كفريق عالمي ما كانش داعي انني، ولا كان لزام عليا خصني نصبر. صبرت المده الكافيه الى اخر جلسه كانت الخميس الماضي، تكلمت مع حسبان في لقاء واجتماع مسؤول انفرادي بينه وبينه. انا اللي طلبت انفرادي بحكم العلاقه اللي كتجمعني به منذ 2009 وكتربطني به علاقه ملي كان مع المكتب ديال عبد الله غلام، وكانت بيناتنا علاقه وكنا كنتكلموا على امور الرجاء، وحنا كنت صحفي في الجريده الاولى وكنت من بين الصحفيين المتبعين لشؤون فريق الرجاء الرياضي بواحد الشكل كبير، فكان كيعرفني مزيان. بحكم العلاقه كان اجتماع تكلمنا على اساس لقاو حل. الحل اللي توصلنا ليه هو ان حسبان يعطيني واحد الورقه كيعترف فيها فريق الرجاء بفسخ العقد ديالي من اجل يعني
تم العروض يعني هو كان في مدير كان معك في الوان من جيبي عطيك ورقة وسير بعينها ولا سير الجامعة هذا هو اتفاق المكان. فإذا بي اليوم كان تفاجأ بأن كاع داكشي اللي كنحسب أن غاديش يديرو دارو الاجتماع قلت أنا ما يمكنش أن أنك عندي بان أنت صحابي كبير وكنحترمك وكنقول لك الاحترام ولكن ممكن ندير بأن أنا كنعرف الصحافيين وكنعرف القيمة ديالهم والتعامل ديالهم. فاليوم كنتفاجأ بأن داكشي اللي قال لي ما غاديش نديرو دارو هو المال وداكشي اللي اتفقنا أن خصو يدير ما داش لي هو الورقة اللي غادي نسخ بها العقد ديالي. وبطبيعة الحال فاش باش نفوت الواقعة راني استعنت بمفوض قضائي اليوم اللي جيت قدام الباب وجا معايا ومنعوني أنني ندخل ومن غادي نمشي للأمور القانونية.